صباح الخير والمحبة على كل مشاهدين ومتابعين برنامج سامراء الصباح. طبعاً اليوم وياكم رح نتكلم فقرة طبية تتناول موضوع مهم ويشغل بال العديد من الناس من مختلف الفئات العمرية، من النساء، الرجال، المراهقين، ألا وهو موضوع التنحيف والرشاقة. هذا الموضوع المهم اللي دا يشغل بال الناس عند البعض سبب مشاكل عديدة، مشاكل صحية، مشاكل نفسية، أكو فرد سوء بالتوجيه، عدم فهم عند البعض، استفسارات، لكن يبقى هو مثل ما قلنا موضوع أول وتالي يعني يشغل حيز كبير عند المجتمع، وهو بنفس الوقت أيضا علميا موضوع يعني مو صعب ولا مستحيل، لا ممكن نحققه عن طريق الإرشاد والتوعية. وهذا طبعا دورنا احنا كصيادلة انه نثقف المجتمع ونوعيه عن الطرق السليمة والصحية اللي ممكن انه نتبعها حتى نحقق هذا الهدف. مثل ما تعرفون والجميع يعرف بهذا الامر انه موضوع التنحيف يعتمد بالدرجة الاساس على الكميات الداخلة من السعرات الحرارية للجسم، وبنفس الوقت على الكميات التي نصرفها كحرق للطاقة والسعرات الحرارية. فالأمر هو موضوع موازنة بالمبدأ الأساس والدرجة العلمية يعني الموحدة. أنه نذكر مثال بسيط جدا دائما أحب أذكره في أي مكان، أنه ما هو التنحيف، المبادئ الأساسية إلك كيف هي نتناولها. دائما نذكر موضوع انه موجود عندنا قلم نتصوره، هذا القلم هو جسم انسان. عندنا جسم الانسان يعتبر مخزن مؤقت للطاقه، عندنا السعرات الحراريه اللي تفوت من هذا الطريق اللي هي نتناولها عن طريق الاكل اليومي المتنوع، الفواكه، الحلويات، المعجنات، كربوهيدرات، بروتينات الى اخره، تفوت بهذا الطريق. هذا جسم الإنسان عندنا راح يبدي يتناول الطعام والسعرات الحرارية. عندنا هنا مصدرين أنه تخرج بيها هاي الطاقة، يا أما تخزن في هذا الجسم، يبدأ حينها الجسم يخزن الطاقات والسعرات الحرارية تخزن على شكل شحوم، يبدي الجسم يسمن لأنه الخارج من الطاقة راح يكون قليل. مثلا احنا نتناول الجسم الطبيعي معروف عند الجميع انه يحرق باليوم، يستهلك مو يحرق نقول، ما بين 2000 الى 2500 سعره. اذا كان الداخل من الطاقه ازيد من الخارج من عندها، هنا الجسم راح يبدي يسمن ويكتسب الوزن الزائد. اما اذا كان العكس صحيح، مثلا تقلل كميات السعرات الحراريه الداخله للجسم ونرفع بنفس الوقت معدل صرفنا واستهلاكنا للطاقة على سبيل المثال بالرياضة، هنا نبدي نلاحظ أنه الجسم يبدي ينحف. حاليا لازم نبدي نتناول الأمور بتروي، لأنه فهمنا كيفية أنه إمكانية التنحيف راح تصير، وهي شلون أنه ممكن أنه نقلل الكمية مادة السعرات الداخلة وبنفس الوقت نزيد حرقنا طاقة بدنا نصرفها ممكن عن طريق الرياضة. لازم نتناول المواضيع بتروي. راح تقولوا لي ليش؟ راح أقول لكم كل موضوع به ثغرات، واجبنا أنه نعلمكم عليها ونتناولها فقرة فقرة، نسهل الموضوع عليكم، نبسطه، نحجمه، نخليكم أقل شيء تعانون. ما نريد المعاناة اللي مستمرة على الأمور الكلاسيكية تبع قبل، لا، العلم ده يتطور وإحنا واجبنا نبحث بصورة مستمرة لفائدتكم أنتم. شلون هذا الشيء راح يصير؟ راح نتناول إن شاء الله حلقة بعد حلقة حول موضوع التنحيف وناخذه بأجزاء دقيقة. اليوم نتناول أول موضوع شاغلنا هو كلش يعني بصورة كبيرة، ألا وهو موضوع التغذية. التغذية جزء مهم يكاد يكون العمود الفقري للتنحيف. يعني شنو العمود الفقري للتنحيف تقول لي؟ راح أقول لك يعني أنت ممكن أو أنت ممكن تنحفين فقط عن طريق التغذية فقط. أي ممكن، نعم ممكن أكو بعض الخلل يصير، أي نعم مهمتنا راح نتوجه بهذه الحلقة
حول موضوع التغذية وشنو هي الأساليب اللي ممكن نتبعها. التغذية طبعا بها ثغرات كثيرة وأمور تكاد تكون للبعض تعجيزية، بس بنفس الوقت راح نشرح لكم إياها فقرة فقرة، وإن شاء الله ما راح تكفي هذه الحلقة، ممكن في الحلقات القادمة نتناولها أيضا بشكل مفصل. عندنا أصدقاء بالأكل يساعدونا جدا بالتنحيف. أكبر صديق أن جبنا لكم إياه اليوم ألا وهو التفاح الأخضر. إذا تشوفون شو قد حلوة هاي التفاحة، هاي هي صديقكم، هاي هي راح تساعدكم. ممكن أدخل التفاح الأخضر بتناول الوجبات، أي كيف؟ ممكن هاي المعلومة اليوم راح نقدم لكم إياها، أخليها بين الوجبات. ممكن أتناول نص تفاحة كأن تكون في منتصف الفطور والغداء، ممكن أسويها وجبة كاملة أتناولها في العشاء. أعرف البداية صعبة ممكن تكون، لكن بنفس الوقت مو مستحيلة، بس نراد لها شوية تعويض. مو هو سحر، ولا عبالكم أنه فرد شيء أنه لازم التنحيف كله دواء وأعشاب وأسوي، لا، لازم نبدي من عندنا، لازم نبدي من صميمنا من جوانا ونحقق هذا الشيء. خل نبدي وياكم بهاي أول حلقة بهذا الموضوع البسيط، نتناول التفاح وندخله ببرنامجنا التغذية. إن شاء الله نتناول وياكم في حلقات المقبلة على مواضيع التغذية والتنحيف بصورة مفصلة أكثر. تحية طيبة مني لكم، محدثكم الدكتور الصيدلي إبراهيم خالد القيسي.